يعني ساقف وقفة سريعة عند الله، عند قول الله عز وجل: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. يعني سبحان الله، التأمل في آيات التوبة، السلام ورحمة الله، التأمل في آيات التوبة تعال أبو هادي وحث الدين عليها أمر عجيب، وهي رسالة لنا يعني حقيقي جميعا. يعني سبحان الله، الشيطان ما يترك الإنسان حتى يوصله إلى مرحلة القنوط مهما كان. يعني يحاول أنه يوصل العبد للقنوط ممن ابتلي بالمعاصي. ولذلك دائما يعني إذا استشعر الإنسان أنه يتعامل مع رب رحيم غفور يقبل التوبة، يفرح بتوبة العبد أشد من فرحة الأم بابنها. وأن الله عز وجل أنزل في هذه الأرض رحمة واحدة وادخر 99 رحمة في السماء، فهو الرحيم. وهو الذي فورد في الحديث أن الرجل، أن الله عز وجل يسأل: هم بقي في النار أحد؟ ثم يقول وهو أعلم، يقولون، تقول الملائكة: لم يبقى إلا رجل قال لا إله إلا الله. والقصة معروفة والحديث معروف، فيؤتى به فتوزن شهادة أن لا إله إلا الله فترجح بسيئاته. فالله عز وجل وتعالى وتقدس، ليس من صفاته الانتقام، انتقام إلا من تجبر وتعالى فإنه يحاسبه بعدله. أما المؤمنين المسلمين الموحدين فباب التوبة مفتوح، ويجب أن الإنسان دائما يسأل الله عز وجل التوبة، ويسأل الله عز وجل أن يوفق للتوبة النصوحة، ويعلم أن الله عز وجل رحيم، ويعلم أن الله عز وجل يغفر السيئات. ومهما حصل منك فاعلم أن الله عز وجل يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا، الإسراف تجاوز الحد، لا تقنطوا من رحمة الله، لا نقنط. بعض الناس يقول يعني يعتقد أنه كأنه يحاسب العباد محاسبة العباد. أن تحاسب العباد، حقوق العباد مبنية على المحاسبة والمشاحة، لكن المعاصي والذنوب إذا تاب الإنسان فإنه قد يوفق بتوبة، يبدل الله عز وجل السيئات حسنات. ولذلك يجب أن الإنسان دائما يحاول أن يجدد التوبة، وألا ييأس، وألا يتسلل إلى قلبه القنوط من رحمة الله. فربنا رحيم غفور يفرح بتوبة العبد. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا موفقين مثل هذه الأمور. اللهم صل على محمد. الله يجزاك خير.